مباراة مهمة، ودايما المباريات اللي بتجمع الفرق او منتخبات شمال افريقيا بيبقى ليها طعم خاص وليها حماس كبير جدا خلينا نقول، وبالتالي بيبقى من الصعب ان الواحد بان هو يركز كده بالفروق الفنية يقدر يحدد مين الفريق الاقدر على الصعود. من وجهة نظرك مين الفريق الاقدر ومين الفريق اللي عنده تحديات اكتر في هذا اللقاء؟ طبعا زي ما انت تفضلت وقلت في البداية ان احنا اي مواجهة فيها طرفين من شمال افريقيا فانت قدام ندية، قدام تكافؤ كبير، قدام صراع ما بين شخصيتين أقوياء دايما طوال الوقت. خاصة لما تضيف لده أن النادي الأهلي في الفترات الأخيرة بيمر ببعض العثرات وبعض الفجوات اللي حصلت في الأداء وفي النتاج وفي ثقة المجموعة بشكل عام وثقة الجمهور في المجموعة والجهاز الفني، فبالتالي ده قرب المسافات ما بين الأهلي بتاريخه واسمه وحاضره وان هو بطل اخر نقطتين ووفاق الصيف اللي جاي من بعيد اللي هو يعني مش مرشح قوي، فهنا الفجوات تقاربت شويه. لكن لما تيجي تدخل داخل التفاصيل الفنيه وتدخل فيما قدمه الفريقين وفيما يمتلكه الفريقين، بالتاكيد انا بشوف وبقدر اقول ده باريحيه مبكره من قبل ما ندخل في التفاصيل ان في تفوق كبير للنادي الأهلي يخليني وانا ببتدي كلام معاكم النهارده مطمئن جدا ومتفائل جدا جدا ان الاهلي باله كمان بذهب واقول ان شاء الله النهارده هتكون نقطه تحول في مسار الاهلي من المنطقه اللي فيها شكوك حاليا لمنطقه فيها تطور وتحسن واستقرار ومفتاح للانتصار بالبطولات. يعني انا بشوف ده كويس جدا. طيب بكلامك عن الـ الـ الاريحيه والاطمئنان ده، في ناس كتير قوي بتقلق إن ومش بس صحيح. الكلام ده على مباراه النهارده يقلق قوي يقول لك انه انا ما بقلقش غير من المباريات مع الفرق اللي احنا بنبقى مطمنين وعارفين ان احنا باذن الله يعني اعلى فنيا او صحيح. اداريا او كلاعب على صحيح. ارض الملعب. ازاي يبقى عندنا الاطمئنان ده ان احنا او التوازن ده ما بين ان احنا مطمئنين عشان عارفين قله الفجوات اللي موجوده زي ما انت اشرت وفي نفس الوقت برضو نبقى عارفين ان احنا لا بذلنا اللي علينا وعملنا المجهود اللي المفروض كنا نعمله في التحضير لهذه المباراه. صحيح. هو فعليا احنا الانديه المصريه واللاعب المصري بشكل عام لما بيتحط تحت الضغط بيبقى حاجه اقوى، ولما طول الوقت بتسهل عليه الامور زي ما حضرتك ذكرتي وتقول ان في فجوه وانه ويصل هذا الشعور بيبقى في حاله من التراخي وبتشعر انه بيفرط في فرص كتير جدا. لكن اللي حصل قبل مباراه النهارده هو العكس. اللي حصل قبل مباراه النهارده ان زي ما قلت ان هناك شكوك في الاهلي، هناك ضغوط بتعرض ليها اللاعبين. ناس كتير بتتكلم على ان الاهلي مش الاهلي في فتراته الاخيره، الاهلي في اخر ثلاث مباريات في الدوري تعثرات، تعادلين وهزيمه، فبالتالي الناس داخله النهارده ومش مطلوب منها الكتير. ودايما الاهلي ومع موسيماني بالتحديد لما بيدخل ومش مطلوب منه كتير او مش منتظر منه كتير او انت بتنتقده بشكل مبالغ فيه، هنا بيظهر بشكل قوي جدا وبيأدي بشكل قوي. وخلينا اقول ان انت وانت بتلعب بيصلح بيصلح وجهه النظر او بيعدل الصوره الموجوده، بتبقى يعني انا بشوف ان الحافز بيبقى اعلى عند اللاعب، ولما يكون سقف مطالبك منه اقل من المتوقع يعني هو العادي بتاعه كويس، انت خلاص اعتدت في اخر كام اسبوع انه سيء، فلما يكون سقف المتوقع منه مش عالي قوي فهو بيديك اعلى من اللي انت توقعته. ده دايما بيعمله النادي الاهلي. وكمان زي ما ذكرت وفاق الصيف رغم انه صعد لقبل النهائي، لكن لما تتفرج عليه في المباراه الاخيره مثلا مع الترجي، لا هو فريق اضعف بكتير من انه يكون متواجد النهارده، مع كامل احترامي لان هو فريق بيكافح جدا مجتهد جدا جدا، لكنه اقل من يكون في دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. الترجي تراخى. قبل ما نركز مع فريق وفاق سطيف خلينا مع فريق الاهلي اللي عنده يمكن اصابتين مهمين جدا، منهم اصابه عمرو السوليه واكيد هتفرق معاه في خط الوسط، ايضا عبد المنعم برضو من الغيابات الموجوده وقد يكون مؤثر. يعني شايف ممكن بيتسو موسيماني يعتمد على مين مكانهم وهيلعب؟ هل هيغير مثلا في الخطه؟ هل هيغير في التشكيل؟ هيعمل ايه علشان يعوض غيابهم؟ طيب خليني اقول معاك في البدايه ان غياب عمرو السوليه هو اهم غياب بيحصل في النادي الاهلي طوال الفترات اللي فاتت، وبيعكس فشل جانبين مهمين جدا في النادي الاهلي، بيعكس فشل موسيماني في ايجاد بديل وحل لعمرو السوليه، لانه طوال الوقت ما فكرش يخلق بديل او يبدل مراكز لاعبين يلعبوا في الدور ده عشان لما يغيب السوليه يقدر يصلح ده. ومن باب حتى انه المفروض لو احنا شغالين صح انه ما فيش حاجه اسمها انه حد ملوش بديل. صحيح. وده بيعكس فشل حد لازم يكون هنا بيعكس فشل الجانب صحيح. الاخر اللي هو الجانب القائم على التخطيط في النادي الاهلي. النادي الاهلي من اكثر الانديه اللي بتقدم نموذج اداري عظيم في كل شيء، فبالتالي هناك لجنه تخطيط دورها انها في بدايه الموسم بتخطط ايه المراكز اللي محتاجه تدعيم، فكان ده
اهم مركز في النادي الاهلي محتاج تدعيم، لكنهم ذهبوا مع موسيماني لتدعيم مراكز اخرى كان فيها زحمه عدديه وفيها ناس غير مستغله وفيها ناس ما بتلعبش وفيها ناس حواليها شغل. مين اللي شفته ما كانش مستغل في الفتره اللي فاتت دي؟ يعني ما كانش ليه لازمه ان انت تضمه بالاساس، مثلا لويس ميكيسوني انت ضميت جناح وضميت بيرسي تاو، وكان في 6 لاعبين في مركز الجناح في نفس المركز، فانت ضميت 8 لاعبين هيلعب منهم 2 في التشكيل الاساسي و6 بره، في حين ان في لاعب دايما طول الوقت اللي هو عمرو السوليه ملوش بديل، فبالتالي ده بيعكس ان تخطيطك كان خاطئ بشكل كبير. الراجل بيعوض ده ازاي؟ بيعوض بانه بيلعب اليو ديانج في ادوار متقدمه، يعني اليو ديانج ده المفروض ان هو بيلعب امام خط الدفاع اللي هو في محور الارتكاز الدفاعي بالظبط، بيقوم بنفس الادوار اللي بيقوم بيها حمدي فتحي، فهنا ازدواجيه الادوار ما بين الاثنين بتخلي النادي الاهلي بيفتقد لعنصر مهم جدا في المناطق المتقدمه، الاثنين بيبقوا نازلين تحت قوي يطلبوا الكوره لانهم بيويدوا في الحته دي ان هو الخروج بالكوره، انما ده بيقلل كثافه الاهلي قدام، فبيقلل قدرتك على خلق الفرص، فبيقلل قدرتك على الوصول لمرمى الخصم، فبالتالي النادي الاهلي دايما الجمهور والنقاد والجميع يشوف بيعاني في غياب عمرو السوليه. النهارده يقدر يعوض ده ازاي؟ يعوض ده بان يبقى فيه تعليمات واضحه لاليو ديانج لو كان هو اللي هيقوم بالدور ده، ان هو بيتقدم كتير، بيطلب الكوره من قدام كتير، رغم انها صعبه عليه لان هي ملكه خاصه. يمكن محمد النني بيعاني مع منتخب مصر لان بيجي يطلبوا منه كده في منتخب مصر، هو ما بيعملش كده مع ارسنال، هو دايما بيلعب تحت وبيطلع من الكوره من تحت، فتيجي تطلب منه في مكان تاني خالص صعب، ادواره معقده يعني. يعني لاعب الكوره كده هو صغير يبقى عارف يقول لك ده لاعب يقدر يستلم الكوره وظهره للملعب، وده لاعب يقدر يجي بيها من تحت، فتبقى ملكه خاصه فصعبه. فهنا الاهلي هيعاني من النقطه دي شويه، نقطة ديانج مع حمدي فتحي، لو قدر واحد فيهم يقوم بأدوار متقدمة شوية ده هيساعد الأهلي كتير. كمان دخول مجدي قفشة النهاردة في بداية المباراة هيكون بيلعب بشكل أساسي بنسبة كبيرة جدا، هيبقى مهم جدا لأنه نسبيا هو اللي يقدر مثلا يبذل جهد أكتر عشان يعوض غياب عمرو السولية، لأنه الوحيد اللي قادر أنه يلعب في أماكن متقدمة في الثلث الأخير ورا خط دفاع ورا خط وسط وفاق الصيف. فأتمنى إن شاء الله النهاردة يكون في حالته، لأن قفشة لو في حالته هيبقى هو سر مكسب الاهلي النهارده.